السلام عليكم، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من فلسطين. ما أبرز التحولات التي حدثت للمجتمع الفلسطيني بعد أوسلو؟ كيف يبدو الواقع السياسي الفلسطيني وما فرص التغيير؟ كما نتساءل في هذه الحلقة، كيف تتصاعد حفريات الاحتلال حول الأقصى، ولماذا تتركز الحفريات في منطقة حائط البراق والقصور الأموية وبلدة سلوان؟ لماذا يحرض المتطرفون الصهاينة على خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري في زهرة المدائن؟ فيديو يتحدث عن تداعيات تحريض الإعلام العبري على خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري. كما تتابعون معنا في ذاكرة فلسطين شخصية جديدة من فلسطين، كايد مفلح لعبيدات، أول شهيد أردني على ثرى فلسطين، فتفضلوا بالبقاء معنا. القدس بتتألم من اللي يمسح دمعتها، ياخد بإيديها ويتقدم يحفظ كرامتها وعزتها. مجروح القدس بتتألم من اللي يمسح دمعتها، ياخد بإيديها ويتقدم يحفظ كرامتها وعزتها. ترجع للقدس ابتسامتها والفرحة تلالي بصخرتها، ترجع للقدس ابتسامتها والفرحة تلالي بصخرتها، وأطفال يشوفوا المستقبل بعيون القدس. تحية طيبة لكم أعزائي المشاهدين. إلى المحور الأول في هذه الحلقة، وهو يدور حول التحولات التي مرت بالمجتمع الفلسطيني بعد اتفاقية أوسلو. هناك العديد من التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مرت بشعبنا الفلسطيني، سواء في داخل فلسطين المحتلة أو من اللاجئين الفلسطينيين في الخارج. فما أبرز تلك التحولات، ولماذا يناقش المتخصصون والخبراء الفلسطينيون هذه الأمور بعد مرور أوقات طويلة؟ هل ثمت معالجة ما يمكن القيام بها أو الاستفادة منها بعد مرور عقود على تلك الاتفاقية، وما أفرزته من سلطة فلسطينية وأجهزة ونظام سياسي معين؟ هذا نتعرف عليه مع ضيفنا الدكتور أحمد العطاونة، مدير مركز رؤية للتنمية السياسية. أرحب بك معنا دكتور أحمد. أهلا وسهلا. أهلا بكم دكتور. اسمح لنا أن نبدأ بمتابعة هذا التقرير ثم نعود للنقاش. قد تطرقتم في ورقتكم حول أكثر من زاوية، منها موضوع التحول الداخلي في القضية الفلسطينية. أقيم في مدينة اسطنبول التركية يوم السبت المنصرم مؤتمر يناقش التحولات السياسية المؤثرة في القضية الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو، بمشاركة باحثين وأكاديميين وسياسيين وخبراء متخصصين بالشأن الفلسطيني. ركزوا في نقاشاتهم على تطبيع العلاقات مع الاحتلال وتأثير ذلك على القضية الفلسطينية. الحرية للفلسطينيين لا تتجزأ عن الحرية للسوريين وللتونسيين ولليمنيين وللآخر. ينظم المؤتمر مجموعة العمل من أجل فلسطين بنسخته الثالثة، ويناقش أيضا محاور عدة متعلقة بالقضية الفلسطينية، من بينها التحولات بالبنية السياسية الدولية والعربية والإسلامية وأثرها على القضية الفلسطينية. موضوع التطبيع وانعكاسه على القضية الفلسطينية. حول التطبيع مع الاحتلال، أفاد عريب الرنتاوي مؤسس ومدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، بأن التطبيع هو طريق الأنظمة والحكام لكسب ود واشنطن وتعويض أزمة الشرعيات،
بالإضافة إلى أن التطبيع يعد مدخلا لبناء منظومة إقليمية لمواجهة إيران وحلفائها. أن الموجة الإبراهيمية أدخلت التطبيع في مسارات أخرى بهذا، أدخلته في باب البحث عن شرعية مفقودة لأنظمة السلالات والجنرالات في العالم العربي، أنظمة تعاني من أزمة شرعية، وبالتالي هي تعتبر أن الطريق للحصول على رضا الولايات المتحدة المجتمع الدولي يمر عبر المحطة الإسرائيلية. ولفت الرنتاوي أيضا إلى أن استطلاعات رأي عديدة أظهرت تعاظم رفض الشعوب العربية للتطبيع ومساراته، بل أكدت الأرقام من السعودية والإمارات والبحرين فضلا عن مصر والأردن رفضا شعبيا للتطبيع بالرغم من صمود المعاهدات رسميا وحكوميا. وحول الربيع العربي والثورات المضادة وانعكاسها على القضية الفلسطينية، قال عاطف الجولاني الباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني إن نتائج الثورات جاءت مخيبة للآمال وعصفت بتلك التوقعات، فلم تعد القضية الفلسطينية كما كانت طوال عقود قضية مركزية وموضع إجماع عربي. التداعي الأول أو النتيجة الأولى كانت على القضية الفلسطينية تراجع مكانة القضية الفلسطينية في سلم الاهتمامات العربية والدولية. نعترف أن الانشغال بتداعيات الثورات والثورات المضادة البؤر المتفجرة والمشتعلة في أكثر من منطقة عربية صرفت الأنظار عن الاهتمام بالقضية الفلسطينية لفترة معينة. لعدة سنوات كنا نعاني من أن القضية الفلسطينية تراجعت بشكل كبير في جدول الاهتمامات العربية والدولية. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، ومرحبا بضيف الدكتور أحمد العطان. دكتور أحمد، مرحبا بك معنا. على الرغم من مرور عقود طويلة على هذه الاتفاقية، إلا أنكم ما زلتم ترصدون وتناقشون التحولات والتداعيات التي طرأت على القضية الفلسطينية، وقد رصدتم 6 محاور في الحقيقة لهذه التحولات، بدءا في التحولات بالفواعل مثل الفصائل والأحزاب والنخب إلى التحولات الإقليمية والدولية. لماذا يعود أو تعود مناقشة هذا الموضوع مجددا؟ ما أهميتها؟ مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. هو حقيقة هي تعود لأننا لازلنا نحيا في هذه الحقبة. نحن نعيش في ما يسمى فلسطينيا بحقبة أوسلو، وهي بكل أسف الحقبة عمليا الأطول في التاريخ الوطني الفلسطيني وفي تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، فهي أطول من حقبة الانتداب البريطاني، وهي أطول من حقبة الحكم الأردني أو المصري للضفة الغربية وقطاع غزة، وهي أطول من أي حقبة أخرى. أنت تعرف أنه حقبة أوسلو أو المدة الزمنية التي مرت على اتفاق أوسلو الآن زادت عن 3 عقود، ولأن أوسلو ألقى بظلاله على كل تفاصيل الحياة السياسية الفلسطينية، ولأن أوسلو أيضا قد أثر في كل جوانب الحياة الفلسطينية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية إلى آخره، وكذلك لأن هنالك إجماع فلسطيني بأن أوسلو كاتفاق لم يؤدي بالفلسطينيين إلى الأهداف والنتائج المأمولة والمرجوة فلسطينيا، وهي الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية. فهناك تشخيص فلسطيني بين غالبية النخب الأكاديمية والسياسية الفلسطينية بأننا عالقون في حقبة أوسلو، بأن أوسلو أصبح كما شبهه الكثير من الأكاديميين والسياسيين الذين استضفناهم بأنه أقرب للعلقة أو للحشرة أو للمحشر الفلسطيني، بحيث لا يتمكن الفلسطينيون من التخلص من التبعات السلبية لأوسلو وتجاوز هذه العقبات، وفي ذات الوقت لا يتمكنون من بلورة مسار جديد للحركة الوطنية الفلسطينية. لذلك البحث في التحولات التي جرت نتيجة أوسلو والبحث في المآلات التي يمكن أن يؤدي إليها اتفاق أوسلو على المستويات العديدة
وللمخارج التي يمكن أن تتوفر لكي يتمكن الفلسطينيون من الخروج من هذا المأزق السياسي الخطير الذي يمرون به منذ سنوات طوال، هو بحث جاد ومهم ويشكل أولوية للكل الفلسطيني وبالذات للنخب السياسية والأكاديمية والفكرية الفلسطينية. من الواضح دكتور أن التحولات التي حدثت حتى اليوم هي تحولات في الصميم وفي أكثر من محور. نحن نتكلم عن تحولات في الفواعل كما أشرنا، تحولات في الهياكل والمؤسسات الفلسطينية، تحولات في أساليب النضال والكفاح، وهناك أصبح مدرستان في فلسطين الآن فيما يتعلق بالنضال والكفاح، تحولات في الهوية حتى والذاكرة والثقافة الوطنية، تحولات اقتصادية في المجتمع الفلسطيني، سلام اقتصادي، وكذلك كما تعرفون تحولات إقليمية ودولية. هل الشعب الفلسطيني قادر بعد مرور هذا الوقت دكتور على تجاوز هذه التحولات ومعالجتها برأيك؟ نعم، هو حقيقة الشعب الفلسطيني بمكوناته المختلفة، بقواه السياسية، بفواعله المختلفة، المجتمع المدني وفئاته الاجتماعية والاقتصادية، لا زال يعيش وبكل أسف مأزقا عميقا نتيجة اتفاق أوسلو. واتفاق أوسلو صمم بطريقة ونحن أطلقنا عليه بأنه اتفاق يحمل من العبقرية القدر الكبير، ولكن عبقرية بكل أسف لصالح الاحتلال، بحيث أنه تمكن هذا الاتفاق من تكبيل الشعب الفلسطيني على صعد مختلفة، وأيضا تمكن من ربط قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني بآليات مختلفة بالاستقرار والعلاقة مع الاحتلال، وقيد النضال الوطني الفلسطيني. فعلى سبيل المثال أصبح لدى في بنية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى في 48 بطريقة مختلفة شرائح كبيرة من الشعب الفلسطيني أصبحت مرتبطة اقتصاديا بشكل كثيف جدا بالاحتلال، ونمت مع اتفاقية أوسلو مصالح اقتصادية وتجارية لشرائح واسعة ومتنفذة، الأهم من أنها واسعة هي شرائح متنفذة في بنية المؤسسات الفلسطينية سواء السياسية أو حتى المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني، بحيث أصبح الاستقرار بمفهومه السلبي، الاستقرار بمعنى عدم مواجهة الاحتلال وعدم مواجهة تحديات الاحتلال وعدم مقاومة الاحتلال، الاستقرار إذا ما يمكن أن نسميه الاستقرار السلبي أصبح مقدما لدى شرائح مهمة في الشعب الفلسطيني على النضال الوطني، على مواجهة الاحتلال، على لجم عدوان الاحتلال سواء على المقدسات أو على الإنسان أو على الأرض الفلسطينية. على مستوى آخر هناك طبقة سياسية تشكلت بعد اتفاق أوسلو أصبح لديها علاقات كثيفة أيضا ومرتبطة مصلحيا وسياسيا بالاحتلال. لدينا أيضا بنى سياسية، هياكل السلطة ووزارات ومؤسسات أمنية وسياسية وإدارية أصبح الحفاظ عليها بالنسبة لكثير من الفلسطينيين أولوية، وأصبحت تشكل عائقا ما بين الفلسطينيين وبين انطلاق حركة التحرر الوطني وبالذات المقاومة الفلسطينية بأشكالها المختلفة ومواجهة الاحتلال، لأن هذه البنية السياسية أو هذه البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنخبوية هي بنى أصبحت راسخة متسعة كبيرة كما ونوعا ومؤثرة، وبكل أسف مرتبط وجودها وفعاليتها بعلاقة سلمية، بعلاقة هدوء، بعلاقة تعاون وتفاهم مع الاحتلال. لذلك أوسلو يشكل، شكل ولا زال ويستمر في تشكيل عقبة كبيرة في وجه الاستمرار في إنجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية. السؤال المهم الذي تفضلت به، هل سيتمكن الفلسطينيون من تجاوز هذه العقبة؟ أنا أعتقد أنه ليس أمام الفلسطينيين أي خيار سوى العمل بكل الآليات الممكنة لتجاوز هذه العقبات، لأن الاستسلام لهذه العقبات أو قبول هذه هذا الوضع الذي نجم عن أوسلو يعني تراجع في القضية الوطنية الفلسطينية، ويعني تقدم لمشروع الاحتلال، ويعني قبول بالأمر الواقع الذي بناه الاحتلال، وهذا لا يمكن أن يقبل به الشعب الفلسطيني كما لم يقبل به أي شعب وقع تحت الاحتلال. لكن هل هناك آليات منجزة؟ هل هنالك آليات متفق عليها؟ هل هنالك رؤى وبرامج متوافق عليها فلسطينيا؟ حتى اللحظة وبكل أسف لا يوجد،
لا يوجد برامج ورؤى متوافق عليها فلسطينيا ومتبنى من قطاعات عريضة من الشعب الفلسطيني للخروج من هذا المأزق، لكن أعتقد أنه قريبا سيجد الفلسطينيين أنفسهم مضطرون لبلورة هذه الأليات، ولعل المؤتمرات التي نعقدها في هذا الموضوع هي مساهمة من مركز رؤية ومركز الشرق لبلورة هذه الرؤى التي يمكن أن تساعد الفلسطينيين للخروج من هذا المأزق. وهذا هو السؤال التالي دكتور. وهذا هو السؤال التالي عن أهمية تلك المؤتمرات وورشات العمل التي تعقد من المعنيين والخبراء والمتخصصين في ذلك، ولا سيما بعد وصول الشعب الفلسطيني بكل مستوياته وأحزابه وحركاته، وحتى الناس الذين وقعوا أوسلو ويدافعون عنها حتى هذه اللحظة، الجميع وصل إلى قناعة بأن ثم التغيير يجب أن يحدث، وبأن المشهد الفلسطيني بهذا الشكل لا يرضي أحدا، يعني لديه حس وطني. وأنت ترى ماذا يحصل في السلطة الفلسطينية الآن، كيف أن الأمريكان والإسرائيليين والأنظمة العربية كلهم يقاطعونها لأنها لم يعد لديها ما تقدم أكثر من ذلك. هل هذا الصوت الأكاديمي الوازن العاقل يصل إلى المعنيين؟ أنا أعتقد أنه يصل، وأنا أعتقد إن لم يصل يعني لم يكن قد وصل فهو سيصل قريبا، لاعتبارات كثيرة. أولا لأن هذا الصوت يتنامى، ونحن لسنا الجهة الوحيدة التي تنظم مثل هذه الورشات، هنالك أيضا حالات شعبية وحالات تجمعات ذات طبيعة شعبية ومجتمعية، المجتمع المدني، الحركات الشبابية، هنالك ضجة حقيقية، هنالك جهد حقيقي في الشارع الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، في الشتات، في الضفة الغربية، في غزة، في 48، تحركات جادة يعني تنادي وبصوت مرتفع بأنه لا بد من وجود مخرج للشعب الفلسطيني من هذا المأزق. أنا أعتقد لا يمكن لقيادة السلطة أو أي فصيل فلسطيني مرتهن لاتفاق أوسلو أن يستمر في إدارة ظهره لهذا الصوت الفلسطيني ولهذا الجهد الفلسطيني، لأنه بكل وضوح لم يعد بإمكان السلطة الفلسطينية إدارة الظهر. وأنت ترى ماذا يحدث في الضفة الغربية بشكل يومي، رغم كل المواقف الصادرة عن السلطة الفلسطينية التي تتحدث، لا زالت تتحدث عن الحلول السلمية والمقاومة الشعبية بالمبادرة الفردية وبالجهد الفردي للشباب الفلسطيني، خلق حالة جديدة من المواجهة مع الاحتلال وحالة متمردة على كل الواقع الفلسطيني، على الواقع السلطوي والواقع الفصائلي وعلى السلام الاقتصادي وعلى خطة دايتون وعلى التنسيق الأمني وعلى كل هذا. هذا بكل بساطة لأن الشعب الفلسطيني كما غيره، كما كل الشعوب وكغيره من الشعوب، يمارس حقه الطبيعي وسلوكه الطبيعي، ويعيد تعريف علاقته الطبيعية مع الاحتلال، وهي العلاقة القائمة على المواجهة، القائمة على التحدي، والقائمة على الرفض لهذا الاحتلال. لا يمكن للسلطة وقيادة السلطة أن تستمر في صم أذانها وإدارة الظهر لهذه الأصوات الفلسطينية. وأنا أعتقد أنها إن لم تتقاطع أو إن لم تستمع لهذه الأصوات طوعاً، سيأتي لحظة وتستمع لها قسراً، لأن الواقع الفلسطيني لا يمكن أن يستمر بهذه الحال. لا يمكن أن يبقى الفلسطينيون ينتظرون والأراضي الفلسطينية يعني تصادر باستمرار، المستوطنات تتوسع في الضفة الغربية باستمرار، الحديث اليوم عن دولة ثالثة في الضفة الغربية تسمى دولة المستوطنين، وعدد المستوطنين في الضفة الغربية يقترب من 1 مليون مستوطن، وهناك خطط لضم 60% من الضفة الغربية التي تعرف بمناطق سي، وانتهاكات مستمرة بحق الإنسان، القتل اليومي على الحواجز والمجازر المستمرة في جنين وفي عقبة جبر وفي كل مكان، والانتهاك المستمر للمسجد الأقصى وللحرمات والمقدسات الفلسطينية والإسلامية والعربية. هذا لا يمكن أن يستمر، لا يمكن أن يكون هذا سلوكا طبيعيا أو ظرفا طبيعيا يتعايش معه الفلسطيني. لذلك لا يوجد خيار أمام قيادة السلطة إلا أن تصبح جزءا من هذه المراجعة ومن هذا النقاش. نعم. الذي يجب أن يقود إلى رؤية وبرنامج يخرج الفلسطينيين. نعم. من هذه الحالة. دكتور أخيرا، هذه مجموعة العمل هذه التي تضم مركز الشرق للأبحاث الاستراتيجية ومركز رؤية للتنمية السياسية، لاحظنا أن الورشات التي عقدت وهذا المؤتمر الذي عقد كان يشتمل أو يضم كوكبة مميزة من الأكاديميين والباحثين والخبراء الذين هم أيضا جزء من
هذا الشعب الفلسطيني سواء في الداخل أو في الخارج. هذا أمر مهم، ولعلكم في هذا المؤتمر تجاوزتم كل الخطوط، ولا سيما خطوط الانقسام التي أصبحت للأسف يعني متعمقة أكثر في العقلية الفلسطينية، وهذا شيء مهم أود أن تشير إليه لو سمحت. حقيقة شكرا جزيلا على هذا السؤال. حقيقة نحن في الثلاث مؤتمرات التي عقدناها حتى الآن والمؤتمر الرابع الذي سيكون في شهر مايو أيار، حرصنا تماما على تجسيد أولا وحدة الشعب الفلسطيني، وعلى أن الشعب الفلسطيني يعني يجب أن يكون بكل أطيافه الفكرية والسياسية وحتى أماكن تواجده الجغرافية موجود وجزء من هذا النقاش. عندنا فلسطينيين من أراضي المحتلة عام 48، من قطاع غزة، من الضفة الغربية، من الشتات، عندنا من كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني بفصائله السياسية الإسلامية والليبرالية الوطنية والعلمانية وهكذا، وعندنا أيضا حتى بالبعد الفكري يساريين وإسلاميين، لأننا احترمنا أمرين. أولا احترمنا تعددية الشعب الفلسطيني التي هي راسخة ومتجذرة ولا يمكن لأحد أن يتجاوز هذه التعددية، واحترمنا أيضا أن القضية الفلسطينية والمأزق الذي تعيشه القضية الفلسطينية والرغبة في الوصول إلى مخرج تحتاج إلى كل العقول الفلسطينية، ويجب أن يوفر أو توفر بيئة أو يوفر منصة معينة تسمح بهذا التنوع الفلسطيني، وبأن يتم النقاش على أرضية المصلحة الفلسطينية فقط وعلى أرضية الرغبة في مساعدة الشعب الفلسطيني وقواه المختلفة للخروج في هذا المأزق دون أن يكون أحد أسير لانتماء سياسي أو فكري أو أيديولوجي. وبكل شفافية نجح بشكل فاعل المشاركون هذه النخبة الفلسطينية في المؤتمرات الثلاث حتى الآن، نجحوا وبكل جدارة في التعبير عن انتمائهم الوطني ومسؤوليتهم الوطنية، ولم يحدث لدينا أي إشكال ذات طبيعة حزبية أو أيديولوجية. كان النقاش مفتوحا بعقل مفتوح بذهن مفتوح، والكل يبحث عن مخرج والكل يتصرف بمسؤولية، ذلك أن الهم الفلسطيني مشترك وأن المأزق الفلسطيني أيضا مشترك، والاحتلال هو عدو لكل أطياف الشعب الفلسطيني بكل انتماءاتهم، ولا يوجد فلسطيني واحد مهما كان انتماءه الفكري أو السياسي أو الأيديولوجي هو مقبول من الاحتلال أو صديق للاحتلال. كل الشعب الفلسطيني الاحتلال يتصرف معه على أنه عدو، وكما يقال فلسطينيا بالنسبة للاحتلال الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت، لا يوجد فلسطيني جيد من وجهة نظر الاحتلال. وكانت هذه فرصة لكي يفكر الفلسطينيون بشكل مشترك باتجاه هدف واحد. كل التوفيق لكم دكتور أحمد العطاونة، مدير مركز رؤية للتنمية السياسية، كنت معنا عبر سكايب، شكرا لك. شكرا جزيلا. فاصل ونواصل بحول الله إلى موضوع آخر. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي، كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729
الاستقطاب عمودي. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى حلقة من فلسطين لهذا الأسبوع. في المحور الثاني لهذه الحلقة نناقش موضوعا خطيرا وهو يتعلق بمدينة القدس المحتلة ولا سيما بالمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض للكثير من الاعتداءات، ليس بدءا بالاقتحامات اليومية وليس انتهاءا بالحفريات التي يقوم بها أو تقوم بها سلطات الاحتلال حول المسجد الأقصى المبارك، ولا سيما في أماكن مهمة مثل حائط البراق ومنطقة سلوان ومناطق أخرى حول الأقصى، بالإضافة للتحريض على رموز المسجد الأقصى والقدس المحتلة مثل الشيخ عكرمة صبري. عن حالة المدينة المحتلة تحت العدوان المتواصل وعن المسجد الأقصى المبارك يسعدنا أن نستضيف في الأستوديو فضيلة الدكتور أحمد أبو حلبية رئيس لجنة القدس والأقصى بالمجلس التشريعي الفلسطيني وابن فلسطين القادم من قطاع غزة. مرحبا فيك معنا دكتور في هذا اللقاء. حياكم الله دكتور. لعل هذه هي آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالأقصى والقدس وهي مسألة الحفريات في محيط الأقصى المبارك، لكنها ليست الوحيدة بطبيعة الحال، هناك اعتداءات يومية أخرى في مجالات وقطاعات أخرى. كيف ترون أوضاع الأقصى والقدس خلال هذه الأيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العدو الصهيوني يحرص على الاعتداء في كل يوم على المسجد الأقصى المبارك من خلال السماح للمغتصبين الصهاينة بالاقتحامات اليومية الفترة الصباحية 7:30 صباحا 11 قبل الظهر، الساعة 1:30 إلى الساعة 2:30 بعد الظهر. في أيام الأعياد اليهودية تزداد الأعداد المقتحمة من المغتصبين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك ومن قوى الأمن الصهيونية والشرطة الصهيونية والمخابرات الصهيونية وما إلى ذلك، وذلك لأن اليهود في هذه المرحلة بعد أن فشلوا في المراهنة على هدم المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل المزعوم مكانه، الآن يعتبرون ما هو مقام في ساحات الأقصى في مساحة 144 دولما تقريبا على أنها يعني هي الهيكل المعنوي لليهود، لذلك يمارسون جميع الطقوس والشعائر التلمودية تحت هذا المفهوم داخل ساحات تحت هذا المفهوم باعتبار أن هذا هو الهيكل الموجود معنويا لهم، ومن ثم يمارسون هذه الطقوس التلمودية التوراتية المحرفة في داخل ساحات الأقصى من النفخ في البوق، من تقدير القرابين النباتية، محاولة تقدير القرابين الحيواني في أيام الأعياد اليهودية، من ما يسمى الانبطاح الملحمي في ساحات الأقصى، ومحاولة فرض التقسيم المكاني باقتطاع المنطقة الشرقية من ساحات الأقصى مقابل مسجد الصخرة المشرفة ومقابل مصلى باب الرحمة الإسلامية، اقتطاعها لتكون قام الصلوات اليوم التلمودية داخل الأقصى. نعم. وقد حاولوا أن يقوموا بهذه الشعائر والصلوات اليهودية المزعومة في أيام الأعياد اليهودية في الفترة من 26 سبتمبر إلى 17 من أكتوبر الماضيين في العام الماضي، وأيضا في عيد الحنوكا أو الأنوار مؤخرا قبل حوالي شهر تقريبا، ويحاول كل يوم هناك محاولات لإقامة هذه الشعائر هذا على مستوى المسجد الأقصى المبارك. أما على مستوى المدينة المقدسة فهناك محاولة لإبعاد القيادات من القدس وكذلك من المسجد الأقصى المبارك لما لهذه القيادات من تأثير، كما فعلوا مع الشيخ رأس صلاح سابقا وكما حاولوا يفعلوا مع الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا، وكما فعلوا بالأمس تجديد الإبعاد دكتور ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف المدينة المقدسة بإبعاده 6 شهور أخرى جديدة عن المسجد الأقصى المبارك، رغم أنه يسكن في منطقة يعني قريبة من المسجد الأقصى المبارك يمنعونه الآن من دخول الأقصى، بالإضافة إلى ما يقومون به من هدم عشرات المنازل لأهل المقدسيين في أحياء عديدة من مدينة القدس، وهناك يعني الآن محاولات لهدم 100 منزل
في حي البستان جنوب المسرح صبارك، بالإضافة إلى ما يقومون به من حفريات خطيرة أسفل ساحات الأقصى وفي محيطه، مما أدى إلى وقوع انهيارات وتشققات في أماكن عديدة من المسرح صبارك. نعم، كل ذلك دكتور تحت عنوان من عناوين العدوان، وهو صعود الأحزاب والشخصيات المتطرفة وبعض الشخصيات التي كانت تقود هذه الجماعات المتطرفة وتنظم الاقتحامات مثل ابن غفير وغيره، أصبحوا الآن وزراء في الحكومة وبالتالي يحاولون شرعنة هذا السلوك العدواني تجاه الأقصى، وتغطية ذلك بالحراسات كما هو معروف من الشرطة ومن غيرها. هل ثمت شيء مختلف في وصول هذه الجماعات المتطرفة إلى الحكومة الآن ودخلت في ابتزاز مع نتنياهو من أجل أن يشكل الحكومة؟ هل تتوقع أن تزداد الخطورة على الأقصى أم أن شيئا لن يتغير كثيرا؟ لا بالتأكيد، يعني من خلال وجود الآن 13 وزيرا في الحكومة الصهيونية الجديدة، هؤلاء الوزراء 13 حقيقة هم من جماعات المعبد أو الهيكل المختلفة، المتطرفون جدا، منهم ابن غفير وسمرتش أيضا وغيرهم. هؤلاء بالتأكيد سيفرضون أجندتهم التي فرضوها في تشكيل الحكومة الصهيونية، نعم، لإقامة صلواتهم المزعومة والاقتحامات للمسرح صبارك، وفرض أمر واقع في محاولة التقسيم المكاني في المسجد الأقصى المبارك، وأيضا القيام باعتداءات يعني مثلا على أسران البواسل في السجون الصهيونية، نعم، وكذلك أيضا ملاحقة الأهل الكرام في أحياء وبلدات المدينة المقدسة واعتقال العديد منهم، وخاصة من الأطفال ومن النساء أيضا ومن المرابطين والمرابطات في الأقصى. كل ذلك ستكون في هذا العام أو في هذه الفترة لهذه الحكومة الصهيونية الجديدة برئاسة الصهيوني المجرم نتنياهو ومعه هؤلاء الوزراء من جماعات الهيكل أو المعبد الصهيونية وكذلك من الدينية الصهيونية المضطرفة، الحق لفرض أمر واقع في هذه الاقتحامات وفي هذا العدوان المتواصل على المسجد الأقصى المبارك. وقد فعل ذلك ابن غفير حينما دخل خلسة وخفية المسجد الأقصى المبارك في فترة في عيد الأنوار أو الحانوكا وما إلى ذلك، وهناك ستكون خطورة كبيرة في تقريبا في الأسبوع الأخير من شهر رمضان القادم، لأنه يتوافق مع ما يسمى عيد الفصح العبري أو اليهودي، ومن ثم ستكون هناك أمور خطيرة جدا، مواجهات عنيفة بالتأكيد من أهلنا المرابطين والمرابطات لمنع الاقتحامات الصهيونية بالآلاف التي يخطط لها العدو الصهيوني في المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة تقديم القرابين الحيوانية في داخل ساحات الأقصى في هذا السياق وفي هذا. نعم دكتور، منذ وقت طويل ونحن نتحدث عن مسألة تقسيم الزماني والمكاني، بعض الآراء تقول بأن الاحتلال لم ينجح في ذلك رغم كل قوته المادية وقوة سلطة الأمر الواقع يعني في الأقصى والقدس. لماذا لم ينجح؟ لأنه الأوقات التي تفضلت عنها بالحديث عنها قبل قليل في السؤال الأول هي الأوقات المخصصة لزيارة غير المسلمين للأقصى، وتلك الاقتحامات لا تتم بشكل طبيعي لأنه بإمكان المستوطنين أن يدخلوا بدون حراسة من الشرطة، لكنهم يدخلون بحراسة. إذن فهو ليس تقسيما زمنيا بالمعنى الصحيح، هكذا يقولون. النقطة الأخرى أنه حتى مكانيا لم يستطع أن يقسم، يعني خلال السنوات الماضية هو يحاول أن تكون هناك بعض الأماكن مخصصة للجماعات المتطرفة لكنه لم ينجح في ذلك. حتى تكون الأمور واضحة، هل سياسات الاحتلال دكتور أحمد تنجح أو لا تنجح، أو إلى أي مدى تنجح؟ لأنه أعلن تعرف يعني خطة 2020 قبل سنوات طويلة، وإذا أردنا أن نقيم هذه الخطة نجد بأنه لم يحقق كثير من أجزائها. يعني والحقيقة يعني العدو الصهيوني يعني يحاول فرض أجندته بطريقة أو بأخرى، أولا من خلال فرض سياسة الأمر الواقع، نعم، لذلك وفرض التقسيم الزماني في المسجد الأقصى المبارك منذ عام 2008 تقريبا، مفروض عمليا، نعم، في فترتين كما ذكرت أنا في بداية حديثي، فترة صباحية 7:30 صباحا إلى 11 قبل الظهر، وهذا كل يوم موجود. الفترة الأخرى فترة بعد الظهر 1:30 إلى 2:30 قبل العصر.
بمعنى انه يعني التقسيم الزماني مفروض عمليا واقعيا بسياسه الامر الواقع كما ذكرنا. ثم بعد ذلك بعد ان نفرض الامر الواقع بحاول شرع انه هذا الامر الواقع فيما يسمى الكنيسه الصهيونيه او في الحكومه الصهيونيه وما الى ذلك. اما التقسيم المكاني في المسجد الاقصى المبارك الى الان فشلوا في فرضه. في الاول كانوا يريد ان يفرضوه في منطقه بابل المغاربه المنطقه الشرقيه تقريبا معه، والان يحاولون ان يفرضوا هذا التقسيم المكاني في منطقه شرقيه مقابل مسجد الصخر المشرفه. حاولوا في ايام معركه سيف القدس ان يفرضوا التقسيم المكاني في اقتطاع المنطقه الشرقيه لليهود خالصه، لكن الحمد لله قيام الحرب التي شاركت فيها المقاومه الفلسطينيه من قطاع غزه بالاضافه الى صمود الاهل من المرابطين والمرابطات افشلوا مخطط اقتطاع المنطقه الشرقيه. بل هناك كان هناك ايضا فكره عند الكيان الصهيوني هو اخذ المنطقه شمال مسجد الصخر المشرفه على عرض ساحات الاقصى كلها تقريبا لاقامه ما يسمى الهيكل المزعوم بصوره مصغره امرا واقعا، لكنهم ايضا هذه الفكره لم يستطيعوا ان يحققوها، ومن ثم لم يقتطعوا هذه المنطقه التي كانوا يخططوا لاقامه الهيكل المزعوم مصغرا في داخل هذه المنطقه. يعني بمعنى انه هذا الامر يعني لم يحققوا الى الان. نعم. لكن سيبذلون جهودا متواصله مع وجود هذه الحكومه الصهيونيه المتطرفه. نعم. وكل حكومات الكيان الصهيوني المتطرفه الحقيقه بحق شعبنا وقضيتنا وما الى ذلك، لكن هذه الحكومه بالذات اكثر تطرفا بوجود اكثر من نصف اعضاء الوزراء من الجماعات المعبد المتطرفه من الكيان والعدو الصهيوني. نعم. دكتور، ناحيه اخرى هذه السياسات تتزامن مع سياسات ضد المواطنين المقدسيين، يعني كما تفضلت قبل قليل سياسة الإبعاد هذه يعني لا توجد في أي دولة من العالم. إذا اعتبرنا إسرائيل دولة، إبعاد الناس عن مسجد الأقصى يعني مكان العبادة بين قوسين، العبادة وحدها عن دورهم في أحيان وعن دورهم بالتأكيد طبعا هناك صح. مقدسيون يبعدون عن أماكن صح. سكناهم إلى مناطق أخرى. مسألة الملاحقة، الاعتقال، الإبعاد كما أشرنا، أيضا سياسات أخرى تتعلق بالتجار وأصحاب تضييق التجار، هذه كلها سياسات دكتور يعني هي تمشي بخطين متوازيين، هو يقتحم يحاول أن يكرس وجوده وفي نفس الوقت يقوم بالتضييق وخنق المقدسيين والتضييق عليهم. برأيك هل نجح في ذلك خلال السنوات الماضية؟ هو أولا العدو الصهيوني وضع لنفسه هدف استراتيجي في مدينة القدس منذ فترة طويلة، حتى قبيل الاحتلال الصهيوني لفلسطين في عام 1948 ثم في عام 1967. من خلال مثلا هناك مقولة لهرتزل مؤسس الحركة الصهيونية قالها في مؤتمر بازل بسويسرا في عام 1897، قال إذا تمكنا من القدس لن نبقي فيها أي أثر غير يهودي. مقولة قديمة جدا. وأكد على هذه المقولة أيضا أول رئيس وزراء الكيان الصهيوني في 14/5/1948 حينما أعلن وثيقة الاستقلال ابن غوريون، دافيد بن غوريون أول رئيس وزراء، قال لا معنى لدولة إسرائيل بدون أورشليم يعني القدس، ولا معنى لأورشليم بدون الهيكل أو جبل الهيكل. بمعنى هذه فلسفة أو سياسة صهيونية قديمة مستجدة من تهويد المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية أيضا، كذلك تهويد المدينة بصفة عامة في مساحة 600 كيلومتر مربع وهي المساحة التاريخية لإقليم بيت المقدس الذي كان أحد أقاليم الخلافات الإسلامية المتعاقبة في فترات السابقة. إذا هم يريدون أن يفرضوا أمرا واقعا في إقامة مثلا مشروع 2020. هذا المشروع الحقيقة طرحوه منذ أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة، وحاولوا أن يفرضوه ويقيموه ويحققوه في عام 2020 الماضي لكنهم فشلوا. الآن بعد أن فشلوا في تهويد المدينة المقدسة في مساحة 600 كيلومتر مربع وجغرافيا ديموغرافيا، الآن أجلوا هذا المشروع إلى 2030، لكنهم يعتبرون أنفسهم أنه حققوا المرحلة الأولى من إقامة القدس الكبرى في بدأ 2021
حققوا جزء من هذه. نعم. وذلك من خلال مصادرة أراضي في الأغوار الجنوبية والأغوار الوسطى والأغوار الشمالية وضمها إلى منطقة القدس، يعني بمعنى أنهم حققوا جزءا من هذا المخطط، لكنهم إلى الآن فشلوا في تحقيق هذا المخطط بكامله، لذلك اضطروا أن يقنعوا أنفسهم أنه لا، خلينا نأجل هذا المشروع بدل 2020 إلى 2030، يعني يحققوا على مراحل إذا استمروا في هذا السياق. لكن نأمل إن شاء الله أولا من الله تبارك وتعالى أن يفشل هذا المخطط نهائيا، بأن يفتح الباب إن شاء الله في وقت قريب لتحرير القدس والأقصى والمقدسات بعون الله تبارك إن شاء الله. دكتور، أخيرا، تعزيز صمود المقدسيين أمر مطلوب في مواجهة هذه السياسات، يعني المقدسيون صامدون على الرغم من كل الظروف، ودائما هم يفاجئون العالم بقدرتهم على يعني صد هجمات الاحتلال. في البوابات الإلكترونية كان لهم موقف مشرف، ما بعده وما قبله في كل الحالات والمراحل كان لهم مواقف مشرفة في الحقيقة، وهم قادوا أيضا مسألة سيف القدس، هم كانوا مبادرين في حماية الأقصى فدخلت المقاومة على الخط، لكنهم يحتاجون إلى تعزيز الصمود، وتعزيز الصمود لا يكون فقط بالمساعدة أو الدعم المالي، وهذا معنى مهم جدا. هناك كثير من القضايا التي يمكن أن لأمتنا أن تساهم فيها أو من خلالها بدعم المقدسيين ومساندتهم، ما هي أبرز تلك القضايا؟ أولا يعني المرابطون والمرابطات من القدس من الأرض المحتلة منذ عام 48 والذين شددوا رحال مسجد الأقصى المبارك في كل يوم وفي كل ليلة، الحقيقة استطاعوا بفضل الله تبارك وتعالى وبهباتهم المختلفة، هبة باب الأصباط وهبة باب العمود وهبة مصلى باب الرحمة الإسلامية وغيرها من الهبات والانتفاضات الذي قام بها شبابنا في المدينة المقدسة، الحقيقة ذلك كله أخر يعني ما كان يخطط له العدو وصول السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك. في نفس الوقت الحقيقة يعني يحاول هذا العدو الصهيوني أن يثني أولئك المرابطين والمرابطات عن حماية المسجد الأقصى المبارك، أولئك قدموا كل ما يملكون من جهود ومن أوقات ومن دعم ومن دفاع عن أقدس مقدساتنا في فلسطين وفي بلد الشام، لكن هؤلاء الأهل الكرام يحتاجون أيضا إلى مساعدة بالدعم من خلال تقديم الدعم المالي، وهذا ضروري جدا ليستمر أهلنا في الصمود في الثبات في تمرير منازلهم من آية للسقوط بعضها، وكذلك أيضا حتى يقيم منازلهم جديد لأبنائهم وما إلى ذلك متزوجين وغير ذلك، بالإضافة إلى أنه مطلوب يعني كما هو قدره العلماء المختصون أن أهلنا في المدينة المقدسة يحتاجون سنويا إلى ما لا يقل عن مليار دولار حتى يستمروا في مشاريع صمودهم في مواجهة المخطط الصهيوني. عشرات المليارات التي تضخ. شكرا دكتور، أنا أسف للمقاطعة، لم يعد لدينا الوقت. دكتور أحمد أبو حلبية، رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. إذا ننتقل بكم إلى سهرة المدائن وفيديو نستعرض فيه ما يقوله المحامي عن تداعيات تحريض المتطرفين على الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك، في المتابعة. نحن نتابع التحريض المنفلت الذي صدر عن شخصيات متنفذة أصبحت الآن جزء من الحكومة الإسرائيلية، وأيضا من كتاب وصحفيين كبار من المتطرفين اليهود. هذا التحريض الذي يستهدف سماحة الشيخ عكرمة صبري، وحقيقة أيضا نحن نتابع تبعات هذا التحريض على الشارع الإسرائيلي. الشارع الإسرائيلي متوتر جدا ومحرض بشكل كبير جدا، وهناك تخوف كبير جدا وقلق شديد على سلامة وصحة وحياة الشيخ عكرمة صبري جراء هذا التحريض المنفلت، لأن هذا التحريض يلقى أذانا صاغية عند المجموعات اليهودية المتطرفة، وهناك تخوف شديد أن يتحول هذا التحريض إلى فعل حقيقي يستهدف سماحة الشيخ عكرمة. وحقيقة نحن أصدرنا اليوم هذا البيان حتى نضق ناقوس الخطر أمام كل الجهات سواء المحلية
سواء الجهات الفلسطينية العربية الإسلامية، وأيضا رسالة إلى سلطات الاحتلال بكل أذرعها أن تكف أيديها عن التحريض على سماحة الشيخ، لأنه لا سمح الله أي مساس بسماحة الشيخ عكرمة صبري ستكون له تبعات خطيرة جدا على أماكن كثيرة. ولذلك نحن أصدرنا هذا البيان حتى يقف الجميع، كل مسؤول يقف عند مسؤولياته ويمنع هذا التحريض المنفلت، ويمنع أيضا تبعات هذا التحريض التي نتمنى أن لا تكون. التحريض بدأ منذ عدة أشهر، كان في هناك ندوة قام بها مجموعة من أعضاء الكنيسة اليهود المتطرفين الذين أصبحوا الآن جزء من الحكومة الإسرائيلية، وكان عنوان هذه الندوة هو التحريض على سماحة الشيخ عكرمة صبري. طبعا الذين شاركوا في هذه الندوة هم مجموعة من اليهود المتطرفين، أيضا الذين استمعوا لهذه الندوة هم أيضا من جمهور اليهود المتطرفين. ولذلك واضح أنه سماحة الشيخ عكرمة صبري الذي لا يملك أي حماية، يعني يتجول بدون أي حماية، واضح أن الهدف من هذا التحريض هو إفلات العقال للمتطرفين اليهود لاستهداف سماحة الشيخ عكرمة صبري. وحقيقة التقرير والمقال الذي صدر بالأمس أو أول أمس في صحيفة معريف، والذي كتبه أحد الصحفيين المعروفين والمتنفذين وهو محسوب على دائرة المتطرفين اليهود، هذا المقال أيضا هو يعيد الكرة ويعيد ويذكر المتطرفين اليهود مرة أخرى ويسلط الضوء على سماحة الشيخ عكرمة صبري. ونحن حقيقة نتخوف، عندنا تخوف شديد على سلامة وعلى صحة وعلى حياة الشيخ عكرمة صبري. في ذاكرة فلسطين لهذا اليوم نتحدث عن كايد مفلح العبيدات، أول شهيد أردني على ثرى فلسطين، في المتابعة. كايد مفلح العبيدات أول شهيد أردني على ثرى فلسطين. ولد الشيخ كايد بن مفلح بن جبر العبيدات عام 1868 في بلدة كفر سوم التابعة للواء بني كنانة في محافظة إربد، وكان والده هو مؤسس عشيرة العبيدات وعضواً في ولاية دمشق. تلقى الشيخ كايد تعليمه في الكتاتيب، وفي طفولته تميز بنبوغه بين أقرانه، كما ظهرت عليه علامات الزعامة مبكراً حتى أصبح في شبابه أحد الزعامات البارزة في شمال الأردن وفلسطين والجولان، رغم أنه يتوسط ترتيب أخوانه. كان الشيخ كايد صاحب اطلاع سياسي واسع ووعي كامل بمخططات اليهود لاحتلال فلسطين وإقامة وطن قومي لهم، فانضم إلى الحركة الوطنية العربية وأصبح أحد قادتها البارزين، كما حرص على التواصل والتنسيق مع الجمعيات العربية. في عام 1917 عقدت القبائل العربية والأردنية اجتماعاً في بلدة عجلون الأردنية رفضاً لوعد بلفور القاضي بمنح وطن لليهود في فلسطين، واختير الشيخ كايد العبيدات من قبل الحضور ليتولى مهمة التنسيق والتواصل مع شيوخ العشائر والشخصيات العربية في كل مكان، حشداً للجهود والطاقات في سبيل التصدي للمخططات الصهيونية على أرض فلسطين. مع انفجار انتفاضة القدس، أولى ثورات الشعب الفلسطيني على الاحتلال الإنجليزي عام 1920، عزمت قبائل الأردن على نصرة فلسطين بالرجال والسلاح. قاد الشيخ كايد العبيدات مجاميع الثوار من كفر سوم نحو فلسطين، وفي منطقة تل الثعالب خاض معركة عنيفة مع العصابات الصهيونية المدعومة من الإنجليز، ارتقى على إثرها شهيداً راوياً ثرى فلسطين بدمه كأول شهيد أردني في سبيل قضية العرب الأولى. الثوار لا يرحلون بل يخلدهم التاريخ.
بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. شكرا لكم على طيب المتابعة، شكرا لفريق العمل، تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور، الله يجزيك.